في اليمن قدرت منظمات إغاثية أن نحو 17 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، في حين تقول الأمم المتحدة أن نحو 7 ملايين شخص هم غير متأكدين ما إذا كانوا سيحصلون على الوجبة القادمة. وأغرقت ممارسات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبدالله صالح اليمن في أزمة إنسانية طاحنة. وحذرت الأمم المتحدة بهذا الإطار من أن طفلا يقل عمره عن 5 سنوات يموت كل 10 دقائق في اليمن لأسباب يمكن الوقاية منها. عملنا بكل جهدنا للمعالجة، ونظرا للظروف المعيشية التي تمر بها البلاد تدهورت حالته الصحية، وأصبح يعني لا يتلقى العلاج ولا يأخذ الرعاية الكاملة. الظروف المعيشية صعبة، حيث أنا عاطل عن العمل وعندي مصاب بمرض السكر، ولا أقدر الوقوف على نفسي ولا عليه.